ومباشرة عبر الهاتف ينضم إلينا سعادة السفير باسم عبد الله الأغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة. مرحبا بك سعادة السفير بداية، ثم كيف ترون إعلان خادم الحرمين الشريفين اليوم بتسمية القمة العربية بقمة القدس، وأيضا إعلانه حفظه الله عن تبرعات مالية لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؟ مساء الخير لك وللمستمعين المشاهدين. هذه هي المملكة العربية السعودية، هذا هو الملك سلمان. دائما دائما المملكة العربية السعودية مواقفها واضحة ثابتة صريحة تجاه قضية فلسطين، تجاه القدس. نعم. هذا الذي طرحه الملك سلمان هو عقيدة استمرار لمواقف الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود والأبناء البررة متوجين بالملك سلمان. مواقف المملكة السياسية ثابتة، قضية فلسطين قضية داخلية وخارجية، قضية داخلية لكل سعودي في الخارج مندوبي المملكة العربية السعودية، مندوبي المملكة العربية السعودية دائما مواقفهم ترجمة لسياسة الملك سلمان، لسياسة المملكة تجاه فلسطين. القدس قمة القدس ردت على كل من يحاول أن يقول أن القدس لم تعد على الطاولة. لا، القدس هذه القمة قالت لمن يحاولون أن يسلبوا منا القدس أن القدس في قلب الملك سلمان في الجينات من كل عربي ومسلم، كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل. أما بالنسبة للدعم المالي، الدعم المالي الذي لم ينقطع ولم يتوقف أبدا، والمملكة تؤدي التزاماتها وبانتظام وبمواعيدها دون سخط أو ضجيج أو ابتزاز. السيد الرئيس محمود عباس وجه التحية للملك سلمان، لكل سعودي لاحتضان فلسطين وقضية فلسطين. هذه هي مواقف المملكة، هذه مواقف الملك سلمان من ذاك الزمن ترجمة لسياسة الملك عبد العزيز آل سعود. الملك سلمان دائما يقول للرئيس محمود عباس: نحن معكم، كنا ولا زلنا وسنستمر معكم. موقفنا من فلسطين موقف عقيدة، لا سلام في هذه المنطقة إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. نعم. هذا هو موقف المملكة من القدس. نعم نعم، شكرا موقف لكم الملك سلمان وولي العهد. نعم سعادة السفير، لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمة. كان معنا سعادة السفير عبد باسم الأغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة.